عاجلاً أم آجلاً ستصل حشرات بق الفراش إلى لبنان. بهذه العبارة بدأت صحيفة الأخبار مقالها الذي لفتت فيه إلى حركة المسافرين اليومية بين المناطق الفرنسية الموبوءة ومطار بيروت الذي يخلو من أي إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة. حشرة البق التي تتغذى على دم الإنسان تخطت حدود فرنسا التي يحتوي فيها كل منزل من أصل 10 على هذه الحشرة، لتصل إلى الدول المجاورة مثل بلجيكا عبر القطارات أو الطائرات. فهل يمكن للبنان أن يعاني كما الدول الحدودية مع فرنسا؟ رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن أكد في حديث للجديد أن لا إجراءات اتخذت حتى الآن لمحاربة هذه الآفة. كل شيء بيتعلق بالأوبئة أو بأي نوع من الأمراض اللي بتنقل العدوى وغيره، كل هالشيء بيجينا نحن من وزارة الصحة بالخصوص. يعني بحال بده يتخذ أي إجراءات، وزارة الصحة بتطلب من وزارة الأشغال إذا بده ينعمل أي توصية حول الحقائب. فنحن ما وصلنا شيء بعد بالخصوص أبدا. يعني هذا بالنهاية هذا شيء ما بيتعلق بطيران أو بعمليات طيران، إنما بيتعلق هذا موضوع صحي. قبل أيام تداولت بعض المواقع الإخبارية معلومات تتحدث عن انتشار هذه الحشرة بشكل سريع في بعض المناطق والمنازل اللبنانية وبعض الأماكن العامة مثل السينما ووسائل النقل. من هنا برزت مخاوف من تفشي هذه الحشرة في المنازل وإمكانية أن تتسبب بأضرار صحية في ظل الأزمة التي يعاني منها القطاع الطبي وتدهور الأوضاع المعيشية لدى اللبنانيين التي تحول دون توفير وسائل الوقاية والعلاج. وإذ أكد الخبير في علم الحشرات نبيل نمر في حديث للجديد أن هذه الحشرة موجودة في الأصل في لبنان، أشار إلى أنها من الممكن أن تشكل خطورة على الإنسان. بخلال يمكن سنوات الماضية كان في بعض المناطق بلبنان عم تعاني من هالحشرة، وخصوصا هي المناطق الساحلية والمناطق اللي حد بيروت أو مناطق ساحلية تانية من الشمال للجنوب. هي بتسبب نعم نوع من الخطورة، لأ فيها تنقل أمراض معدية من الحيوانات للإنسان، فضروري على طول ننتبه لهالشغلة حتى ما نصير في عنا كمان تفاقم لهالمشكلة ونصير بشغلتين، خصوصا أنه نحن في غياب تام بلبنان عن الرقابة اللي ممكن تصير خصوصا على الحشرات أو بيض الحشرات. الحشرة التي تتغذى على الدم البشري قد تتغلغل وفق ما أكدته المديرة العامة لشركة بويكر المتخصصة في مكافحة الحشرات بانا قبرصلي للأخبار داخل سحابات حقائب المسافرين، بالتالي نصحت القادمين من الدول الموبوءة حالياً باعتماد السبل الوقائية وتنظيف الحقائب والملابس بالماء الساخن وعدم إدخالها مباشرة إلى غرف النوم أو أماكن المعيشة في المنزل. أما المقيمون في لبنان فقدم لهم نمر السبل لتجنب هذه الآفة. في مناطق ما ممكن تصيبها، إيه المناطق خاصة المناطق الجبلية بلبنان اللي هي مناطق شوي مسقعة تلقائياً هالحشرة بتموت. ونحن في شغلة بعدنا بنعملها خصوصا بالضيع، انه نحن على طول بنشمس الفرش بنشمس الثياب وهيدا، واللي هي هيدي الشغلة اذا عملناها دوريا هي بتخفف كتير من هالاصابات بهالحشرة.